السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكرام، أهلا وسهلا معايا قناتي، اسمها نسوك حسالي. اليوم إن شاء الله كما راكم تشوفوا راح نعملو شارلوت أو فخاز فخي كما راكم تشوفوا، راح نعملو لي بيسكوي كويير مع بعض إن شاء الله. هذا هو راح يكون الشكل النهائي نتاعها إن شاء الله يا ربي تنال إعجابكم، ما تدخلوش بجام، عملوا جام قبل ما تشوفوا لا فيديو فضلا وليس أمرا منكم. بارتاج ماكسيموم لأحبابكم وصحابكم لتعمل فائدة، ولكم يلا مع بعض نشوفوا الوصفة. اول حاجه راح نبداو بالمقادير نتاع البسكويت كويا. عندي استحبات تاع البيج سيباري لو بلون على لو جون دو كوتي، هنا لو بلون هنا لو جون. عندي 120 غرام تاع سكر كريستاليزي نورمال، عندي 100 غرام تاع سكر غلاس جوست بور سو بودري ا لا فان، 70 غرام نتاع لا فارين، عندي 50 غرام نتاع مايزينا. هادو هما كامل المقادير اللي نسحقوهم بسكويت كويا. هنا في البيتران ديالي راح نعمل لو بلون دو تاع لي بلون دو، نطلعهم اون شونتيي مورانغ بليتو بالسكر ديالنا، وانا نضيف فيه بتي ابتي. في المرحله الاولى نعمل شويه برك نتاع السكر ونخليه بعد، نزيد هنايا السكر تاعي الدفعه الثانيه، وانا البيتخان تاعي دور انا نزيد في السكر حتى كي نكملوه تطلع لي مورانغ. فوالا، من بعد ما طلعت لا مورانغ تاعي فوالا يكون هذا هو الشكل تاعها، مورانغ بيان فيرم. راح نزيد عليها الكميه تاع صفار البيض كامله هكذا فوالا، ونعاود ندورها واحد 2 مينوت ابري باش يعني يتماسك مع البيض تاع البيض تاعي برك. هذا ما كان. وهنا فوالا من بعد ما كملت راح نخلط الكميه تاع المايزينا تاعي مع لافارين هكذا كامل مع بعض هكذا، شويه نخلطهم مع بعض، نرميهم على لا مورانغ تاعي هكذا كامل ضربه واحده، يعني ما راحش نقسمهم لا على وحده ولا على جوج هكذا فوالا بهذا الشكل. وهنا يعني كيما جرات العاده ندخل هذاك الخليط، ندخلو في هذيك الفرينه والمايزينا تاعي غير بلعقل باش ما نحبطش لا مورانغ تاعي، ما لازمش تحبط لنا، لازم تبقى بيان فيرم هكذا، نحاولو غير بلعقل ندخلوها الفوق لتحت كيما مضالينا عملو في فلاجينواز زيتو، مضالينا عملوها في بزاف تاع ليموس في فلاجينواز زيتو نفس الشيء، حتى ندخلو كامل هذيك لافارين والمايزينا ما تبقاش كامل تبان لنا. هنا جبت انايا فاي دو كويسون عملتها فوق لاغري ديالي. هنا انا رسمت ابوبري العرض تاع المول اللي راح نعمل فيه المونتاج على شارلوت ديالي، وعمرت خالي تاعي هنايا بوشادو، وراح نعملو هكذا دي تري فوالا، دي تري تحبوهم عراض تحبوهم صغار كيما تحبو، يعني هذا كيبقى لكم عندكم انتوما كيفاش تحبو لي تري تاع البسكوي غولي تاعكم. شي بسكوي غولي نو بسكوي كويير اسمي نحكي على هكذا، نجيو رايحين بها غير بلعقل حتى نكمل كامل هذاك. ابخي نتوما عبروا على حساب المول اللي راح تستعملوه، انا عبرت على حساب المول تاعي اللي راح نخدم به، وكل وحده يعني فيكم ولا واحد فيكم والمول تاعو اللي راح يخدم به فوالا. هنا من بعد ما كملتهم كاملين، هنا عندي السكر غلاس تاعي، كميه تاع السكر غلاس تاعي راح نسكودري عليهم السكر غلاس، راح نغلف برسك نغلفهم كامل بالسكر غلاس قبل ما ندخلهم يطيبوا هكذا بهذا الشكل. هذا لازم كامل نغلفوهم بالسكر غلاس، ونسخن الفرن تاعي على 180 درجه وندخلهم يطيبوا، ما راحش ياخذوا لنا بليس كو 10 مينوت طياب. من جهه اخرى لا شونتي او فريز تاعنا نسحقوا، هنا عندي 250 غرام تاع فريز فري غسلته بيان سور واسيتو دي بتي دي كما راكم تشوفوا. هنا عندي 130 غرام تاع سكر كريستاليزي نورمال، 30 غرام دو جيلاتين اللي هي ليكيفالون دو سي في غون في. هنا عندي 50 غرام تاع لا كريم ليكيد انتيير دو 30% دو ماتيير غراس كون بيان سور بارده بيان كوم يلفو وخارجه من الفريجيدار. اول حاجه نعملها اللي راح نطحن، راح نعمل في الروبو تاعي لي فريز مع السكر ونطحنهم مع بعض. فوالا، من بعد ما طحنتوه والسكر هكذا كما راكم تشوفوا، راح نجيب بين كاسخول اللي تروح تروح بيان سور فوق النار، سمحوا لي تلفت لي هكذا اللي تمشي فوق النار، ونحطه فوق النار يغلي مدة يعني كي يبدا يغلي نحسبوا له زوج دقايق. هذا ما كان يعني ما راحش كما راكم تشوفوا، حطيته فوق النار كي يبدا يغلي زوج دقايق برك ونطفيو عليه. هذا ما كان يعني ابان غلوه واحده برك. هنا من بعد ما غلاو نحيتو فوق النار، نزيد عليه هذاك الجيلاتين تاعي اللي كنت فوتو 2 مينوت في الميكرووند هكذا، شوفوا راه سايح الجيلاتين تاعنا، ونخلط مليح مليح، نخلطو مليح مع بعض
ونخليه يبرد تماما. لازم يكون بارد تماما، مش عاد نقدروا نخدموا به. لو ما يكونش بارد يعني لا مستعنه راح تحنى، ما راحش تحكم بيان سور. من بعد ما برد الكوري دو فريز تاعي راح نجيب لا كريم ليكيد تاعي بيان سور تكون بارده، وكان ما تكونش بارده ما راحش تطلع لكم اون شونتيي. هذه ديروها مليح في بالكم، وكان ما تكونش بارده مليح ما راحش تطلع لكم. راح نطلع على شونتيي تاعي من غير حتى اضافات، من غير ولا شيء، غير هكا. فوالا هنا طلعت لا شونتيي تاعي. هنا راح نزيد الكولي دو فريز تاعي كامل هكذا على لا كريم، كامل هذيك الكميه تاع الكولي دو فريز لي بيان سور يكون بارد. ناكد ونزيد لازم يكون بارد، ونعاود ندوروها غير بشويه. هنا هذا هو البسكويت تاعي من بعد ما طاب. هنا راح نحاولوا نقلبوه هكذا، نقلبو غير بالعقل باش نحيه من بابي كويسون نتاعي هكذا، باش تجينا سهله. فوالا بالعقل برك. فوالا هنا جبت السيركل تاعي اللي راح نعمل فيه انا، هذا هو السيركل اللي راح نخدم فيه. ونجيب البسكوي نتاعي اللي حضرناه ونعملوه هكذا، شوفوا يعني عمليه سهله للغايه بهذا الشكل هذا. ونزيد نكمل بالمرسو الاخر هكذا، ونشوف الى جاني كبير نأسس منه، نأسس منه وحده زوج. هنايا راح نأسس منه زوج، المهم نحاولوا نعملوه قد قد ما يعني ما يجيش زايد ما يجيش ناقص. فوالا انا هكذا، هنا جاني كيف كيف. هنا ما يهمكمش يجي عالي باسكو لي شارلوت يجيو عاليين ما يجيوش حانين. فوالا هذا هو راح يكون الشكل تاعو. وهنا انا كي حضرت هذوك لي بودوا حضرت معاهم ان سيركل كي من هكذا اللي باش راح نعملو في القاع هكذا. راح نتحيه، عبرتو بيان سور على حساب لو مول تاعي، يعني راح يجيني كيف كيف على حساب لو مول هكذا. نتحيت واش حتى لا جا زايد منا ولا منا سي با غراف. سي هذا بيسكوي هشي سورتو كي نكونو عاملينو في الدار، ما يجيش كما اللي نشريوه من برا، تاع برا يجي شويه يابس، مي تاع الدار يجي طري بزاف. فوالا راح تشوفو هاوليك لي بالي، راح نوريلكم كيفاش يجي. شوف يجي زعما صراحة يجي هشيش بسكوي هايل 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 ما شاء الله. بيان سور ما راحش انبيبا. وهنا راح نجيب الموس ديالي اللي حضرناها هذيك. فوالا هنا راح نعمل لاموس كما راكم تشوفوا. شوف بالك ما جامي مخلطاش من تحت ولا حاجه هكذا. وي سي فري باقي لي شويه تاع لا كريم من تحت، سباغاف. حنا عاملين لا جيلاتين سادير اون سون فو، ليسونسييل تكون عندنا اون موس بيان فيرم. مرا هكذا راح نخوي عيني ميزانيه كونتيتي مليحه هكذا من هذا الشكل، نسرحها مليح. وكي نقولو شارلوت دو فريز يعني يا دو لا فريز دودون، اون مي دو لا فريز دودون. سي تو سا عملت كو دو لا مواتي. هنا لي فريز بيان سور مقطعين دي بتي دي، ما كانش يعني عبر معين، عملوا اللي حبيتو تقدو تستغناو عليهم سون اوكان بروبليم، تقدو ما تعملوش عادي نورمال. فوالا هكذا نحاول ندخلهم مليح في لاكريم ديالي. وهنا راح نعمل ان اوتر سيركل اللي هو صغير على السيركل الاول، نحطو في النص هكذا، راح يجيني كيف كيف. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا. ونعاود نزيد لاموس تاعي كامل هذيك لي بات كامل، يعني توجور راح نشوف الى باقي لي لاكريم من الداخل. راكم عارفين كي نعملو كونتيتي كبيره. فوالا هكذا، ونفس الشيء هذوك شويه تاع لي فريز لي باولي راح نعملهم في الاخر هكذا، نعملهم في الاخير من هذا الشكل هذا. وراح ندخلها للكونجيلاتور، الا ما كنتوش مقلقين بها تقدروا تعملوا لي لا كومبليس ولا غير في الفريجيدير، ولوندما تعملوا لو مونتاج تاعكم. ولا كنتو مقلقين بها عملوها في الكونجيلاتور نورمال، يعني اون اور دو طون ابخي تكون جاهزه. بعد ما مرت عليه اون اور في الكونجيلاتور، انا عملته في الكونجيلاتور اون اور اكزاكتومون، راح نحيه. فوالا دركا راح نحيلو لو سيركل تاعو كيما راكم تشوفوا هكذا، راح يكون ساهل باش نحي لو سيرك باسكو يكبر ويصغر. هذا هو راح يكون هذا هو الشكل نتاعو. بيان سور هنا عندي كلكو بتي فريز، فوالا انا ما راحش نحيهم لا تيج ديالهم، راح نخليهم ونحاول نسدف هكذا لي فريز تاوعي من الفوق كامل هكذا. نبدا بليك وان هكذا، ونجي رايحه بيه
ونعمر حتى لوسطيتو. شفتو يمد ندرة شابة؟ نصطفو غير العقل. وراه موسم الفواكه والفخار زيتون، نبدو نعملو دي تسيتاخت هكدا هايلين ملاح، نتاحو عليه باسكو البلاطو راه يدور بحدو. نجي رايحة معها غير بالعقل حتى نكمل كامل. فوالا كملتو كامل. هنا راح نرش شوية تاع البيستاش، يعني كتزيين برك هذا مكان للون. فوالا هايدا برك، وتكون جهزت معنا شارلوتو فخاز ديالنا كما راكم تشوفوا. ان شاء الله تعجبكم، تنال اعجابكم وتجربوها وتبارطاجوها مع صحابكم واحبابكم. ما تنساوش جيم لا فيديو وكومونتير وبارطاج اللي تعمل فائده للجميع واللي دعمي بيان سور. نقولكم مع السلامه مع فيديو اخر باذن الله.